سمعت كلام كابتن جمال ولا لا؟ سمعت يا كابتن. سلامتك سلامتك ألف سلامة أول حاجة. سلامتك يا أحمد أول حاجة. الله يسلمك يا كابتن، الله يسلمك. طمنا إيه إصابتك إيه طيب؟ إصابتك إيه يا أحمد؟ أنا لسه هعمل أشعة. تمام. لسه هعمل أشعة إن شاء الله يكون كدمة خفيفة في وتر الأكيليس رجل اليمين. لا سلامتك ألف سلامة. إن شاء الله تكون خفيفة، أنا هعمل أشعة الله يسلمك يا كابتن. رأيك إيه على كابتن جمال وكابتن ياسر برضو أشاد بيك وكابتن جمال حمزة؟ تحياتي لحضراتهم، بتشرف بالكلام الجميل ده إن شاء الله، بإذن الله هسعى إن أقدم أكتر من كده إن شاء الله عشان ألعب ممتاز وأكون موجود مع منتخب مصر إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله، وده هدف من حقك الطبيعي إنك طبعًا توصل له. أحمد شفت إزاي أداء الفريق وكابتن طارق السعيد قال إنك كنت المحطة الرئيسية والأساسية بتاعته، ولما أنت خرجت واتصبت الدنيا باظت منه شوية. تمام. كابتن طارق في أكتر من لعيب موجود مكاني طبعًا، مش أنا بس، في أكتر من لعيب بيأدي مكاني. إن شاء الله الحمد لله أهم حاجة على المكسب الحمد لله، والأداء إن شاء الله هيجي الفترة اللي جاية بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله أحمد، نتمنى لك طبعا الشفاء العاجل بإذن الله وترجع سريعا للملاعب. أنت واحد من اللعيبة المهمة جدا لكابتن طارق السعيد، وأيضا من ضمن الخيارات الرئيسية والأساسية لكابتن جمال عبد الحميد. كابتن جمال كده قاعد بقى بيتفرج بمزاج، بيحط منتخب الممتاز بيه، وأنت من ضمن الأسماء اللي موجودة فيها، وإن شاء الله يتم ترشيحك بإذن الله لمنتخب مصر القادم للمحليين.